بشكي كل الناس بلادي فاس من براس أنا يا عشقي. أحب ترابك بلادي. صباح الخيرات مشاهدينا الأحبة على هذه المناظر الرائعة لمحافظة مسقط التي استقبلت يوم أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة استقبالا من الطراز الرفيع يستحق جلالته والشعب الإماراتي كل الخير. في ظل هذه الزيارة مشاهدينا الأحبة أكيد هناك الكثير من الأمور التي ستنبني على هذه الزيارة. باسمي وباسمكم جميعا ورحب بالدكتور علي بن سعيد الريامي أستاذ مساعد ورئيس قسم التاريخ بجامعة السلطان قابوس. حياك الله معنا ونورتنا في قهوة الصباح دكتور علي. حياك الله جميعا. الله يحييك دكتور. في هذه الزيارة هناك علاقة متينة بين عمان والإمارات منذ العصور أكيد، والكل يعرف هذا النوع من العلاقات العمانية الإماراتية طبعا التي تتميز بروابط تاريخية. إذا بنتكلم عن هذه الزيارة من ناحية العلاقات العمانية الإماراتية. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني في البداية أشكركم على هذه الاستضافة وعلى تسليط الضوء على في الحقيقة حدث تاريخي مهم. نعم. زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى سلطنة عمان، هذه الزيارة التي يتطلع الشعبين أن يعني تأتي ثمارها وأيضا يكون لها ذلك الصدى الواسع طبعا. وفي الحقيقة ونحن نحتفي أيضا بهذه الزيارة لعلنا نستذكر القواسم المشتركة بين البلدين الشقيقين. هناك روابط عميقة تاريخية في الحقيقة. نعم. يتقاسمان موضعا جغرافيا واستراتيجيا مهما في قلب العالم، يتقاسمان ايضا مصيرا مشتركا. فنشأت كلا البلدين، اقصد هنا نشأة الدولة الحديثة هي نشأة مشتركة. هذه العلاقة رسخها قائدي البلدين المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وجلالة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان، اللذان كرسا حياتهما من أجل أيضا تعزيز هذه العلاقة وتعزيز هذه الروابط فعلا. وأيضا يأتي هذا في إطار أيضا السياسة الراسخة لسلطنة عمان، فكما نعلم هناك مبادئ راسخة في سياسة السلطنة فيما يتعلق بحسن الجوار وتعزيز هذه الروابط. نعم. والعلاقات الأخوية. ولعلي هنا في هذا المقام أيضا أستذكر كلمة جلالة السلطان هيثم حفظه الله في أول خطاب له عندما ذكر هذه السياسة ومبادئ هذه السياسة التي في الحقيقة تقوم على حسن الجوار، وكان يعني من أجمل ما كان يقوله أن سياسة السلطنة تقرب ولا تبعد. نعم. توحد ولا تفرق. ولعلي هنا أيضا أستذكر أيضا مقولة مهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عندما قال الإمارات وعمان أخوة متجذرة وعلاقات ممتدة لا تزيدها الأيام والسنين إلا قوة ورسوخا ومصيرا مشتركا بإذن الله تعالى. فعلا. إذن دكتور علي، إذا بنتكلم أيضا عن الموروث الثقافي الكبير اللي يمتلكه البلدين، عمان لها موروث ثقافي كبير والإمارات أيضا لها موروث ثقافي. نعم. هذه الزيارة كيف تعزز التعاون الثقافي بين البلدين؟ لا شك أنه بحكم الجوار الجغرافي، بحكم أيضا هذا التداخل بين الشعبين، يعني نحن نتكلم عن جذور متأصلة بين البلدين. هناك أيضا تداخل واسع، هناك أيضا وشائع قربة. نعم. هناك أيضا صلات دم، هناك أيضا يعني تداخل أسري كبير حقيقة. صحيح. كل هذا التداخل يعني خلق هوية ثقافية متجانسة بين الشعبين. فعندما نتحدث عن الثقافة بموسوعها الواسع، هنا نتحدث عن العادات، عن القيم، عن سلوك أيضا، عن طرائق عيش. كل صحيح. كل هذا يشكل حقيقة الموروث الثقافي بين البلدين، هو موروثا مشتركا متداخلا منسجما أيضا. وكما تعلمون هناك أيضا جهود حثيثة للتعاون
في الكثير من المجالات الثقافية والمجالات أيضا العلمية وتبادل الخبرات، بل أن هناك ونحن نتحدث عن هذا التراث الثقافي بشقيه المادي وغير المادي. نعم. تعلمون هناك تسجيل مفردات تراثية ثقافية في المنظمة العالمية اليونسكو. صحيح. وهناك أيضا ملفات مشتركة بين البلدين، لعلي أستحضر. جميل. هنا مثلا الملف المشترك الذي قدم حول فن التغرود، الفن المشترك الذي قدم حول فن العيالة، وفي الحقيقة أيضا الجهات المختصة بين البلدين أيضا على حسب اطلاعي هناك أيضا ملفات مشتركة في 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 طريقة، فهناك تعاون ثقافي كبير متنوع خلق هذه التعددية وهذا التنوع الثقافي. ولذلك يعني نحن نستشعر وكذلك أخواننا في دولة الإمارات العربية عندما يزور كلانا البلد نشعر وكأننا في بلدنا الثاني، ونشعر لا نشعر بتلك الغربة التي ربما نستشعرها في مكان آخر. هذا يجسد فعلا. نعم. ونشعرهم أيضا أنهم هم في بلدنا. نعم بالضبط. هذا يجسد عمق هذا التواصل الحضاري فعلا. الثقافي الممتد عبر العصور. فعلا. هو دكتور علي أيضا إحنا لما نتكلم عن التقاليد والعادات وحتى المناسبات متشابهين كثير في مسألة المناسبات وغيرها. إذا أيضا هذه الزيارة أكيد يتطلع الكثير من سكان البلدين، طبعا المواطنين الإماراتيين والمواطنين العمانيين، الكل يتطلع أيضا إلى أن يكون هناك تعاون اقتصادي بين البلدين، فهل هذه الزيارة لها أبعاد اقتصادية بإذن الله؟ نعم بطبيعة الحال. ربما الآن في الوقت الحاضر مع المستجدات العالمية في الحقيقة يعني هناك المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وكما تعلمون دولة الإمارات العربية المتحدة هي الشريك التجاري الأول. نعم صحيح. أيضا هناك استثمارات حقيقة كبيرة يعني بين البلدين، يعني هناك أرقام ربما تتعدى 6 مليار ريال عماني حجم الاستثمارات في الإماراتية في عمان، وكذلك أيضا هناك أيضا نمو كبير، لعل التقارير تشير إلى أكثر من 10% هو النمو التجاري خلال الخمس سنوات الأخيرة. نعم. مثل ما ذكرت في بداية حديثي موضوع أيضا تقاسم هذه المنطقة الجغرافية في الحقيقة تحتم هذا التعاون الاقتصادي، وهناك أيضا إمكانيات متعددة. نحن نعلم أيضا في عمان هذا التنوع الجغرافي المناخي، أيضا هذا يخلق فرص كبيرة في الاستثمار بين البلدين الشقيقين فعلا. وكذلك أيضا هناك أيضا الكثير أيضا من الخبرات أيضا للإماراتية التي أيضا بإمكان السلطنة أيضا أن تستغلها، خاصة في موضوع على سبيل المثال الطاقة. على سبيل المثال هناك مجالات حقيقة واسعة تستقطب المستثمرين من كلا البلدين في قطاعات واعدة، قطاع الخدمات المالية على سبيل المثال، هناك أيضا قطاع التطوير العقاري، هناك أيضا القطاع اللوجستي، ونحن نعلم الآن أيضا توجهات السلطنة نحو أيضا يعني خلق مزيد من الفرص الاستثمارية وفتح المجال بشكل أكبر أيضا للمستثمرين. يعني إذا كان هذا ونحن نتكلم بشكل عام فما بالك بدولة جارة. صحيح. يعني مثل ما يقال الأقربون أولى بالمعروف، ونحن نتطلع أيضا إلى تعزيز يعني هذا التبادل التجاري، هذا التنوع الاقتصادي المشترك أيضا بين البلدين. أنا أعتقد في الوقت الحاضر هناك في الحقيقة يعني تحديات جيوستراتيجية مشتركة تتطلب مزيدا من التعاون، تتطلب مزيدا من التكامل. جميل. هو موقعهما الجغرافي أيضا عمان والإمارات، مواقع الموانئ المطلة طبعا بالشكل الجغرافي تفيد أيضا البلدين من ناحية التعاون الاقتصادي كما ذكرت، وأيضا هناك تسهيلات للمستثمرين العمانيين في الإمارات وتسهيلات للمستثمرين الإماراتيين هنا في عمان. دكتور علي، هل هناك مجالات أخرى أيضا ستوطدها هذه العلاقة وستطورها بإذن الله؟ أنا أعتقد هناك مجالات لا زالت بكر، يعني خاصة في موضوع القطاع السياحي الآن، يعني الاستراتيجية السياحية لسلطنة عمان أيضا تعزز هذا الجانب. أعتقد أيضا فيما يتعلق يعني قطاع الطاقة البديلة أيضا، أيضا قطاع الاستثمارات في التقنيات الحديثة فيما يتعلق بالثورة الصناعية الرابعة والآن الجيل الخامس من الثورة الصناعية والذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات التي أيضا
يعني تخلق فرص عمل أيضا للشباب. اليوم هناك أيضا ما يعرف بالصناعات الإبداعية، الصناعات الثقافية الإبداعية. جميل. هذه الجوانب من المهم تعزيزها، وأنا أعتقد أن هذه الزيارة سوف يعني تفتح آفاقا رحبة لمزيد من التعاون في مثل هذه المجالات بإذن الله تعالى. شاكرين لك الدكتور علي بن سعيد الريامي، أستاذ مساعد ورئيس قسم التاريخ بجامعة السلطان قابوس، هذه النظرة التفاؤلية الجميلة وهذا الحضور الجميل. شاكرين لك وجودك في قهوة الصباح. بارك الله فيكم وشكرا جزيلا. الشكر لك. إذن مشاهدين الأحبة، أهلا بسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة هنا في عمان، وأهلا بكل الإماراتيين الإخوة الأشقاء. مستمرين معاكم في فقراتنا الحوارية، ولكن بعد هذا الفاصل فابقوا معنا.